هي آلة الشرطة، لأن قد يساعده لا يدخل على لبنان. أقارب الشرطة الإسرائيلية لبنان. عم نحكي على الدرون، على الطيارات المسيرة اللي اخترقت أجواء مدينة بيروت واعتدت على الضاحية الجنوبية من حوالي كم أسبوع. هيدا الخرق بالتحديد يعتبر الأخطر من وقت ما طلع 1701، يعني من حرب تموز لليوم، أخطر عمل عدائي، لأنه مثل ما كلنا بنعرف واضح أنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان. لأول مرة منشوف طائرات مسيرة محملة متفجرات بتقطع فوق المطار، بتعرض الملاحة الجوية للطيران المدني للخطر، وبتنفجر بشوارع مدينة بيروت. الدرون فيها صناعة عسكرية. هيدي الطيارة الأولى اللي هو الصندوق اللي كان بيحمل 4.5 كيلوغرام من المتفجرات البلاستيكية، وهيدا بيلزق بالطيارة وفي له إيدين هن اللي بيخلوه يوصل على الهدف اللي كان بده توضع عليه هيدي المتفجرات. هلا عم نحكي عنها.